أمراضها الاجتماعية، وإلى أن نتخلى بالفضائل الاجتماعية، وهي ليست فضائل ولكن هي تعتبر واجبات. الواجبات الاجتماعية، فالواجبات الاجتماعية هي الأساسية في المجتمع المسلم. إذا وجدت وتوفرت فالمجتمع مجتمع سليم ناجم سليم، جمال في الدنيا بالوحدة ويدخل في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض. كبيرة في الدنيا وفي الآخرة. أما نتكلم على بعض الواجبات التي تجب على كل مسلم يؤدي المسلم، كما تكلمنا في المرة الماضية. الواجب الذي نتكلم عنه الآن هو واجب الوحدة الإسلامية. تسميها وحدة، تسميها اتحاد، تسميها تآلف، تسميها تجمد، تسميها المجتمع عن التفرق وأسباب التفرق. المسلمون إذا كانوا لدى واحدة فهم أمة صغيرة لا تغلب أبدا لأن الله معهم، مثل أنهم أصحاب أسلحة خارقة للعادة ولا أصحاب معدات ولا ولا، هم بلد أن يكونوا كذلك. لكن الأخ الذي يعتمدون عليه هو مثل الله معهم. الله يقول إن تنصر الله ينصر، فمن يصر إلا من عند الله، إن نصرتم الله فلا غالب له، وإن نصرتم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. هذه قضية يجب أن ندركها جيدا. إن نصر من الله، إن نصر على الأعداء الذين يريدون تبنيانا النفس من الله سبحانه وتعالى، ولو كل فئة قليلة. ليس في العبرة بالكثرة، كما قال خالد بن الوليد لما قيل له فيما وقعت الروم، فكان عدد الروم 240,000، وكان عدد المسلمين لا يزيد عن 39,000. فقال رجل ما أكثر الروم، فقال خالد لا بل قل ما أقل الروم، إنما نكثر بالإيمان ونقل بالإيمان. الإيمان هو الذي يجعلنا كفرا، وفاقد الإيمان هو الذي يكون فينا. معناه أن الله مع الذين آمنوا. وعلى هذا إذا كنا نحن مطيعين لله قائمين بالله، فإن الله تعالى ينصرنا. ينصرنا على أعدائنا، هذا هو المتبادل. وينصرنا في كل تباينا، كل تباينا ننصر فيه ونؤمن ننجح فيه. قضايا الأمة كثيرة. في معنى تحب أن يسلك طريقه إلى كل دين، هذا المعنى يهيج كثيرا عن المسلمين. إننا في كثير من الأحيان نفعل كما تفعل الأمم، نحاول أن نسأل القدرة في كل موضوع من الموضوعات الحياتية، وأن نستجلب الخبراء في هذه الموضوعات، وأن نعتمد على الخبراء في أمور كثيرة. أحيانا يمهل تسويته أمام الخبير الذي جاء ليساعدنا أو ليقول رأيه منه. هذا خطأ، خطأ أن يمر تقصيرا، وثواب
أن نتعرف على ما ينبغي لا يوجد أبدا. لكن فيه فلسفة غابت عن كثيرين عن أكثر المسلمين، وهي أن أي مسلم يدرس أوامر الله ويعرف ما هو في كل أمر من أمور الحياة التي يريد أن يثبتها، إن كان طارئا يعرف حدود الله في الشرع، طامعا يعرف حدود الله في السماء، فاجرا يعرف كذلك في الكفاح، وكذلك كل أمور حياته. الله تعالى وضع تشريعات، هذه التشريعات إذا التزمت في الأمة أعطت أعظم النجاة وأحسنه مما يجعل الأمة فعلا خير أمة أخرجت منها. إذا نحن أهملنا هذه الأوامر وأهملنا اجتناب النواهي نجد النجاة ونخسر، نحن نخسر لأننا سوءت عقلنا رهن لا يجوز لحظة والعصيان محتفظات، لكن لأن أوامر الله أنا هستعر كلمة تنفيذ أوامر الله فيها الحكم فيها الرحمة فيها الفلسفة فيها السمون فيها الدقة فيها التنوع الذي يجعلك إذا خضعت لأوامر الله في جميع تصرفاتك يبقى عندك كل أسباب النجاح المهدية والمعنوية الروحية والاجتماعية والثقافية، يبقى عندك أنت عندك ضخامة في الدم في الفلسفة في إدراك الحقائق. أنت مثال يعني الله سبحانه وتعالى بكل السنة حضرتك بكل ثلاث أربع مرات أنت المستقبل تتوضأ وبعد ما تتوضأ تخبط الفرد وضعتين استعمالاتين وبعدين يقول ثلاثة مني عملت اللي علي خلاص الحمد لله رب العالمين الحمد لله أنا صليت. أنت لا صليت الحمد لأن قلبك لأن قلبك لم يكن مع ربك حين صليت له. إذا كنت تصلي له بأعضائك وقلبك صنع العيال ومع الفلوس ومع الشهوات ومع الحياه وعمال بماذا تسيبك، لكن لو انك مع ربك صليت ومن اجل ربك تسلم ولتنفيه روحك سلمك ولاسعاد المجتمع وتماثيل واتحاده عددت وصلت رحمك واحسنت الى اقربائك وفعلت مع المسلمين ما تفعل مع اخيك من ابيك وامك من حرص وتماثل وتعاون وعدل ووضعت كل هذه الاوامر على بعضها اذ الامه يستحيل تغلب على ضده لأن الفلسفة المسيحة جعلتها أمة متحدة، فلسفة العبادة جعلتها أمة متحدة، فلسفة العبادة جعلتها أمة موصولة بربها، فلسفة العبادة جعلتها أمة طهرت مجتمعها من الفحشاء والمنكر، من السرقة والزنا والخيانة والغش والمكر والفسق والانحلال والضياع والرقية والكذب، كل الموبقات أنت تركتها والأوامر الإلهية أنت فعلتها. فالله فيما شرع هذه الأوامر من أسلم يفكر غلط أن شرع الأوامر ليربيه بها فقط، غلط، هو شرع الأوامر من أجل أن نتعب نحن بها. وقال لنا لو انت عملت كده هتبقى سعيد متوفوك يومك ومين مجارك وأقاربك هتبقى سعيد، ومع سعادتك الاجتماعية
أنا أتوب عليكم من رحمتي وكاد ونصر لتأييدي فلا أترككم لأعدائكم ينالون منكم أبدا. شوف إذا نفس العمل مفيد، العمل في التسوية تسوية مفيدة، وبعد كل مفيد ولو لم يتصل بالله، لأن المتابعة ده إله حكيم رحيم عليم خبير، لا أحد يعلم كهنده ولا أحد يرحم كرحمته ولا أحد يخشى ولا أحد يعمل يطالب عباده كما يعمل الله بعباده. اي واحد بيقول لك طلعت من الحته الفرعيه دي جعلت الحريم من الاتفاق بعيد عن استبعدنا الشرط، فاحنا مش استبعدنا ان نكون مع الله بس، لا ده انت استبعدت الحكمه ان هو تغلط عليك بحكمه الله ورحمه الله وعدل الله وكرم الله، يعني استبعدت الخير اللي ربنا شرعه لك على صدق الكتاب دي. انا هضرب لك مثل قريب اغلب، يعني الله مثل الاعلى، انا بسمع يا فلان يا ابني اذا كرهت فلا تخرج ليلا والدنيا مهمله، واذا كرهت فلا تمر من الحاره الفلانيه، وإذا اشتريت لا تشتري من فلان، وإذا بعت لا تبع من فلان، وإن كان عندك كل فلا تبع به لأحد من أقربائك. أنت مش فاهم الحكمة مهما كان لك، بلد طلعت بالليل طلع لك تعبان حركة أو حلوة أو عفريت من عفريت بتوع بالليل عفريت الجن يجي وراح لك وخليك قاعد، ولما طلعت انت طلعت من الحارة اللي قلبك ما طلعت من والحارة دي كانت عاملين مدن في حذر، واحد جاب حدث الحذر دي في دماغك لو ما كنت ربنا لفت كنت مدن، ولما كنت تتعامل مع عمك في الجدر اللي قلبك طلع عامل لك مثال حلو جدا، ولكن مرات نفسك مغلوب واكل عليك من طرق الثمن، يعني مزود عليك طرق الثمن، هو السبع سنين هو مزالك ب30 من اراضي المختار. في الاخر بعد ما تتنزع من ضامون 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 حارة وتلعب بالنوم تقول الله انا مسؤولتي في الحكم من كلام ابوك، لو عملت كلام ابوك وكان في كل ده ضرر، يبقى ده ابوك وابوك حكمته محدودة ومعرفته محدودة ورحمته برضه محدودة، فما بالك اذا كانت الاوامر من ربك الذي هو ارحم بك من ابيك وامك، وهو الذي هو الحكيم الخبير والذي يعمل ما يصلح عباده، انك ما تفتهم ما تعلمش بيه يعمل بيه وتجاهد في بيه وتاعد في بيه، لما تاخد الاول دي وتنفذها بالحكمه وتقول له يا ربي انا اعمل لاكون سعيدا برضائك عني واكون سعيدا لان اوامرك فيها كل المصلحه فيها كل المصلحه، يبقى في مصالح الدنيا محسوبين من عند فعل اوامر الله ورضاء الله فوق ذلك، وانت ما تنقهرش تحط قلبك، يعني هقول لك تاخد لما تقدر تطلع عندك مدير ومدير عادي جدا وراجل قوي وشخصية ممتازة من المنزل في وجود النهاردة رصيت بإيه؟ المدير ده بينظم الإدارة والعمل على كل الموظفين، فلان يعمل فيك فلان يعمل فيك فلان يعمل فيك فلان يعمل فيك، كل واحد من الموظفين عمل كما امره المدير، يطلع العمل في النهايه الاداره تطلع كلها منظمه، العمل كلها فيها انجاز في على في كاميرا صيده محسوبين عليها، يعني كل واحد يقوم بالدور بتاعه على كل حسابات،
احيانا يجيب للطفل بقى تبدأ دورة عملية ده ومدخلة كعالة كيف التقارير المدارة من دارة بتقول اللي الوزارة دي احسن تجارة وان النظام فيها احسن نظام تقارير جهاز حتى ما في الدارة لكن لو ضبط ليس على كده ما هو يجب على السعر السعر ولو رجع عنك المدير عوض مجرد المدير فهو انتو كما انت كمان انتو بانت انت بالواجب بتاعك لكن لما تكون بفهم انت لله بسبب العمل الموجود هنا ده بسبب استنباط الله انوار في قلبك وبركة في اوانك وسعادة في حياتك وجنة تنتظر ونار تبعد وتبعد عنك ونصر من الله لك تدعى تبعد استنباط الله لا تحصى ولا تحصى لأنه قال لك افعل تفعل فبالفعل تعبت انت بنفس الفعل من غير حتى من كل السنه بالناس وتعبت لانك كنت عبدا لله ولست عبدا لشهوات ولا لهوى ولا لسلطان ولا شيك الفهم في الخطاطه دي الخطاطه دي اذا الاوامر الله فرددت الاوامر تصلح للمجتمع اصلح للنفوس واصلح للقلوب واصلح للافراد واصلح للامه فستكون اصلاحا هو بعد ذلك يستمر رضا الله ونصر الله وعرق وكرم الله وفضل الله وعفو الله كل ذلك اتيت من الله ربنا من ستة باب الاسر المؤمنون بباب دول لهم قيمه كبيره عند الله اذا هنا نجد الخير طب لما نحن بنصيب بقى منه بالله ونصيب اوامر الله لا صدق ولا وفاء ولا كرامة ولا عزة ولا صغيرة ولا سهارة ولا أبد ده فيه وكل عمل ياكل في كل ويضرب في كل ويغلط في كل ويمس على كل اهم ده يبقى المجتمع بهم وتتخلى عنهم رحمة الله ربنا خلاص يرفع هذه المنطقة يرفع كلهم قال لهم اعملوا معايا قال لهم دول استقيموا مثل أموت قال لهم الذكر وتذكر اذا كالصلاة كل ما يختار كتابه وجاء اكبر خسارة انهم يمكنون كلهم يختاروا رضا الله عنهم لانهم لم يثبتوا من هدى الله وكل تأمين ان منهج الله من دعاء ذاته وكل هذا العلم اليوم لك يا ربنا ربنا من المصالح ولا نام من المزارع ولا نام من المصالح ولا نام من الثقافه وزي من ربنا بيجيب للنفس الانسان الروح الزعيم فكان القوي الامين في ذمته المتعاون مع غيره الرحيم في اخوانه المتآلف مع الجماعة يعني دي اثنين الصنف كده كل عالم هيغلب وهو يقلبه على بلده يقلبه على اخيه المسلم اخيه المواطن دايما يأتي قبل ان يفكر ان يفكر يبقى ده صناعة ربانية اما الكلمة لما يتفكر اثنان النهاردة بنقول عليها فتران ايه اللي خلاها تبقى فتران لان مفيش امان لان مفيش خرق على مصلحة الامر لان مفيش وفاء لان مفيش كفر لان مفيش عمل لان مفيش احترام لان مفيش رعاية لان حقوق الامة اللي بتقولها في اللي تقدر عليه الصبر وانت لحظة الكسر كله بياكل ما لازم كله بياكل يلا اما كنت انت كمان انت هتاخد ايه ولا ايه؟ انت بتاخد 1000 كان بياخد 2000 تاخد مليون صوت شوف المكابر
المياد بتاع الطرق اللي خدوا المليارات وصاروا بها كيف عم يبقى انت لما تثبت لك تفضيل لما تثبت لحظة تعيشة انت ولدة بتاعين لتفضل في الجزائر بتاع انت يبقى احنا ده ممكن عمل من الله ما جدر يبقى الميد والبسان يقول له خليك حيو خليك كاس خليك رسول خليك خريص على المثل خليك عامل من اجل السبت في المسمع ده والعمل يساوي المصلين في المسجد والعاكفين في بيوت الله والراكعين الساجدين اداء الليل والنهار. يقول السبت ليه؟ لان من وراء ذلك يسال ام الفتنه. اذا احنا لما ربنا بيدي اوامر لقلب نصحتنا فيها لما بيقول سبت عنه ولا بيرقص. مين اللي عامل كده؟
إذا لما نحن نكتب سبحانه وتعالى من غنمه بأوامره بأن التعب أو ضد التعب من أوام ضد التعب. وأنت مش بتعمل بأمر الله فقط على سير ترضي ربنا بس؟ لا، لأن ربنا عامل نظام تبقى بيه سعيد لو عملت ده. يعني لو أنت خدت النظام الرباني ده كان ينزل ورحت وديت الأمريكا وكل مستقبل قابل الإسلام والنظم بتاعك والمقياس تمام. أنا شغل بالنظام ده هي قلت والعلم برضه هقول عيسى ابن الله والعقيدة بتاعتنا الأب والابن ورقم ست إله الله بس هاخد النظام بتاعك. ما هو ده اللي حصل في الأمة المسلمين. احنا لما فتحنا الحنجلة ودخلنا بلاد وقربنا من فرنسا وفتحنا بعض البلاد الأوروبية أخذوا بالنظم الإسلامي قبل ما يعرفوا يتنظموا ولا يعرفوا يتسهروا ولا يعرفوا يتحدوا ولا يعرفوا يفكروا وكانت عبارة عن نفوس 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 أسباب. إيه اللي حصل؟ البلاد اتقرب عندهم كف النظام الإسلامي كف الجنون القانون الإسلامي. فهو حسن هذا دلوقتي يقول لك إن القانون الثلاثي هذه المراحل النظرية أكثر مأخوذ من المذهب الإسلامي يعني مأخوذ من عندنا. إذن الأعداء ياخذوا نظام بس في النظام في الطهارة في المعاملة في القوانين المدنية والقوانين القانون الدنيا والقانون الدنيا قوانين المدنية قوانين التجارية كل ده يعملوا بيه. وانت لو تقول باسم يقول النظام ده اصل اسلامي انما المسلمين مهم الشهداء لانهم يعملون في النظام ده. احنا قدناه عن النابض وهم امدنا محمد الدين وهم دول واحد اما اشتغلنا بالاقوال الروسين 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 تعالوا نفس البيت ونفس التحرات واسالوا كيف ثلاث ثلاث يا أنا كنت بقول أنا كنت من الصادق النساء الثورة إن أنا كنت أتلو من بلا كم حاجة ما تسمى بالبلا على يعني كل مباراة أنا كنت بعد كلام العمام ده بقول بعد كل بجداء أنا بدي أقول ما في على أدنى فهم يعني أنا بحل بحيث من عوضة الأرض. أما بعد عوضة الأرض أنا رجع كده كما جاء كان الحديث على أدنى وانت الكلام ده لما تقولون ان انا تفعلون كبر نفسا عند الله انت خير ما لا تفعلون انت بتقول لانك مثلك. فاذا لم تكن انت من يزدهم الاطلاق في نفسك وبيتك واقرب الناس اليك لا تسمح ان تكون مثلها في العالم من اين تفعل مثل صوره باهيه احنا صوره باهيه. أما في الدولة على الأمة الإسلامية فوق ولا تحت له فوق ولا تحت يمين ومسكوت له يمين ومسكوت. طب هي أمة إسلامية ولا يهودية ولا إسلامية ولا شيعية ولا بوذية ولا بارابيسية ولا بوذيسية التي هي خالص من كل ده خالص من كل ده من أهل من أهل من لأن المراجعين أمتكم أمة الناس هذه نسبة تكون بالطريقة الإسلامية. فلما قلت للناس أن مطلوب من المسلمين أن يتحدوا التحدي المسلمين هيبقوا سعداء مع بعض وهيبقوا سعداء بالنسبة للمجتمع العالمي كله. والله لو كنا متحدين ولو على قطع ولو على قطع لكان العالم كله كل العالم كان يحترمنا وكان يبقى تبقى اعلى سنة. لما كان المجتمع الاسلامي مجتمع كان عندما نسمع النصرة بتقوم بالانجليزية يعني نصرة المحطة الانجليزية من اللندن بقول والمسلمين المجتمعين عددهم 52 دولة
أنا أقول لك خلاص تكلم كده في الدين والتنظيم ده هي أكثر دول العالم وهي أقل دول العالم إلا الخليج دولة ولا اثنين ولا ثلاثة وهي أضيع دول العالم إحنا عددنا مليار ومئتين مليون مسلم مليار ومئتين مليون اتغذأنا في اسرائيل خلينا امنت كلها مع اسرائيل خلي المسلمين معانا من نسل يوم واحد وقوه واحده يمن واحنا خلينا نزرع الشركه واحد كيس بس كده يحددوا 10 سنوات امنيتي اللي يتخرجوا يدخلوا هنا هذا المصر لأن كل الانتباع بتاعتها هيرجموها والله ضربوها مرة أمسة عادلة الناس كمان كل بيجري ورا المصلحة بتاع بلد مصلحة بلد المالية المرضية بس تأثرها لما أوروبا بتحاول تدخل عشان تسلك ما دخلت معانا في إسرائيل بتقول المبرر مستمر المسلم كمان بيدفع فلوس وأمنين مصالح مادية في الشرق الأوسط إذا لم نخلص عليها هنبيع لأن إحنا نجيب كبير لهم إحنا نجيب كبير لهم إحنا نجيب نريد من هنا ومن هنا ومن هنا لو أما المسلمين قالوا خلاص هنقتلها وهنلبس خير وهناكل منها خبز وهنعيش على ماء البلد وارض المسلمين اوسع ارض موجوده في الكره الارضيه والارض الصالحه للانتفاع بها الفرس هنطلع البلد انما لما بيقع السودان عمل ايه السودان قال لكل المسلحين السودانيين الحدود توزعها الحكومه في نظام الامن من اراد ان ياكل عندنا 80 مليون سدان تلاقي الازراع والمنع على رأسه اللي عاوز ياكل ياخد البذر ويزرع الارض وياكل من لا يزرع لا يأكل اللي ما يزرعش على هذا الاساس احنا العراق 30 مليون فدان بتلاقي المزرعه عندك في الجزائر في المغرب احنا عندنا حاجات كتير والله ما كل المدرسات كلها حوالينا المية كلها على الجنب ربنا مبارك لنا جدا لكن خسرانين كل الطبع ليه؟ لأننا بنعيش بأوان بعيدين عن الله وربنا عمل فينا ايه؟ بيقول اتفق بيقول اتفق مع بعضكم إن يدهلت الكرامة لعزة الإسلام وكوني أمة واحدة ذكي يا كرامة ومكان ولا تعتمدوا على رؤيته لأن غيرت ما بيت الدكتور وما فيش رحمة لك وبعين في تدمرت كل مصر من دول الإنسان ولما أكون هذا السلطة بالتدمير لا أتأثر كلام ده لأن احنا وعينا ذلك كله فنجد ان الاسلام لما بنعمل بيت من هو بنعمل فلسفه فلسفه الاسلام هي تقويه الامه لا اعطاؤها الا ما تطلبه واستغناؤها عن غيرها وجعل الامم تابعه جميله لها الامه الاسلاميه وفلسفه الاسلام الموجودة في القرآن والسنة ولم نجربت نجح احنا عندنا النهاردة للأسف الشديد يعني مهندس الموقف اللي كان في النهاردة هو موقف مصر ما شاف كده سوى كل العرب على السفن وعمالة مع انهم لما بيبقوا فينا تركة يضربوا ولادنا ويضربوا ويرمهم بعد ما يحدث يمكن يرقصوهم في التفكير دائما يعملوا عمل ما يعملوش كله لكن لا
بالنسبة لهذا العمل من خواه بس الله من قلت على كفته ان يجب يكون الغلطة الغلطة اللي بتبع كل سنة مرية كم تقول ان اكون الصلاة بعملية خاصة بربنا اكون زكاة خاصة بربنا سنة رسالة خاصة بربنا تحسين بلادنسكم خاصة بربنا اعتقدوا جميعا ولا تفرقوا خاصة بربنا وين تفرق؟ ان مدام خاصة بربنا ما يتسألش عنها لا احنا عايزين نتفرق التفكر احنا بقى خذات التكملات اللي انا بكملها بقى من قوانين اللي انا بقولها من خواه اللي انا عايز اقولها انا عايز اتكلم عن ربنا بطلع انا اطلع القانون واطلع القوانين والمجتمع والكفافة اني انا عاوزها ايه بقى انا ادنى كل عرض انا الكلام مش الله هو ده ليس لها معنى ايه هو ده من ليس القرآن ايه قال يا عامل كتاب تعالى الى كلمته الزوار بيننا وبينك ثم بيننا وبينكم كلنا نخرق عليه الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيئا في بلد الموت ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله محدش يعبد كان ربا من دون الله يعني نسمع اوامر الله ونتخذ الاوامر المضاده لاوامر الله إذا أقبضنا له يعني به فقد عبدنا الذي أقدره وتركنا عبادة الله مدام هو مجادة لدينه فبناء على ذلك فاحنا نسمع هذا القرآن فاحنا عايزين نفهم النقطة دي نقطة كل جميع الأوامر وجميع المناهج هي تسري حاكم من إله رحيم حكيم عليم خبير فيها مصالح الأمة وسعادتها في الدنيا والآخرة الذين جربوه شهدوا به كانت فرقة في دولتين دولة الفرقة من الذل المسلمين من الذل العرب من الجهة الفرقة ودولة الفرقة من الذل العرب من الجهة الفرقة لما دول الإسلام كانوا دول برضه هم نفس العملية دولة فرقية ودولة روسيا يا أمريكا أو الاتحاد السوفيتي من أمريكا أم الإسلام هذا على الدولة الفرقية كلها مكان تبع على عمرين تبع كان أقل جزء الدولة الفرقية لا يقل عن أقل لا يقل عن مئة وخمسين ألف كان الجيش الإسلامي لا يزيد عن ثلاثين ألف وانتصر الثلاثين ألفا ودمر الدولة الفارسية من أولها إلى آخره لكانت متغطرسة لكعب الناس بسبب جاءوا بالبصار بسبب سكرة بسبب جاءوا به إلى عمر ليرى وكان مرسوم فيه انهار واهوار وجبال ووديان مملكه كموجود على التراب على الانتصار ده ماذا فعل عمر ارتعب الحكم وزعوا غنائم على الجنود المسلمين ثم ما اكفه قال لانه لما يكفي اوفي ما يدل على عظمه الكفار فمش عايز يعظم الكفار عايز يقول لك ان ده حقيقي عند المسلمين المسلمين عندهم عظمة جدا عظمة المعاني عظمة السهولة للإنسان إذا عظمة القدس كله بيعمل كفرة لا طب ولما اتفق إلى الدولة الرومية يقول لك حصل مرتين ألف انتصر عليهم المسلمين كان هدفهم 39 ألف طلع الإمبراطور كان تخانق كان الكلمة اللي معروفة بالتاريخ سلام عليك يا سوريا سلام لا لقاء بعدها لقاء برجاء للسوريا ثم السوريين عليك والجنس والتعبدين لا الإسلام جزء لا يقف أحد أمامه يقف
بقى كل العبيد وكل المهملين وكل المهملين فقط كل دول بالخبر. فأصبحت الدولة الرومانية تعمل 1000 كتاب لكلمة الحاكم. الدولة الفرنسية انتقلت كلها ودخلت الإسلام وكانوا من جيرة المسلمين لدرجة إنك إذا أردت أن تعمل تحت علماء الإسلام في التفسير وفي الحديث وفي التاريخ وفي الفقه وفي الفلسفة وفي كل العلوم الإسلامية تجد الأكثرية كلها من البلاد الفرنسية. فإذا أنت خلقت شكل المجتمع وشكل الفرد يأتي في ذلك غضب الله والنار. إذا أغرى المجتمع أي السبب فسبب من جيش الخلاق يبني بكلمة الله لا ينطق بها أحد من سواك الناس. الله أكبر أنت الوحيد اللي تعبد إلها واحدا اللي تصدق مع الله وتركع وتسجد وتخضع. تفكر ان الاسلام نتائج ان الاسلام ضياع ان الاسلام فيه فخر ان الاسلام لا غلط غلط. يا
أردت أن تكون مع الله فالله يقول أليس الله بكاف عبده؟ بلى كاف يذكر الله. والله يقول من يتق الله يرزقه من حيث لا يحتسب. ويقول من يتوكل على الله ويقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فهل أنت ربنا كما قال في الحديث القدسي أن الإعطاء عطاء الكمال ومنه الكمال. أما الأب والبيت ما عندوش خزائن نفسها ملائكة دي فيها ذهب ودي فيها فضة ودي فيها بيوت ودي فيها أساكر ودي فيها أسنان ودي فيها أمك ودي فيها كتلة. لكن البكرة في الأرض الجرباء الصحراء وكان لها كل خضراء تكن في السماء خضراء. والأرض الخضراء المتخلفة التي فيها الزرع وتناول والأشجار وفيه كل أنواع الخضار وأنواع النميم للإنسان. الله يقول لها لا تكوني خيرا لأحد. ريحة الإنسان تخلف ريحة الزرع تخلف خلف الزرع لا يموت في الأرض لا يموت في الزرع. يا رب
تسمى تحقيق المتقدم لا مثبت فائدة. إذا السعادة هي فلما نجد من إلى مجموعة الأمة كيف تقول لي زي العلم الله تعالى يقول يحفظك من جحر الله جميل ولا تجرب واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على سفا حجات من النار أنقذكم منه الأم عايزة تتخلص من مطلقة من الولاد وتجد الدين بتقتل أخوها والآن بيحتاج على أخوها تجد الجيران بحط الجد الثاني تجد الولاد الليل في الشوارع تحط المعركة دول الأرايا المعركة دول الجيران المعركة وكل الناس تبص تيجي لو كانوا صادقين كانوا صلاحين وكانوا كلهم لكن الناس بتقول الله أكبر يا لو ما لا لا أقول من أمي وأبوي هيكون بجنبه في الصف لم يعمل إنه بيلعب بيوقف الصف وأنت لا تكون أجزم بقول من أمي وأبوي من أجزم بقول أمانة من أبوك من جانب أمه كان عليك أنت أنت بتتكلم ولا تعرف ربنا لأن بتتكلم بالقرب وكنت بالقرب أنت لازم بتكلم القانون اللي هم يتكلموا القرار أنا بتصدق كنت بتعلم فعرفت الله متفرقت حياة تقيمة شكرا لي لأن الإيمان بعيد وإحنا عندنا قبل كده من ذلك ما كان الإيمان لا يوم أمكن حتى لحد الأسان لا يوم بلقنا بقى كده إذن إحنا نستجيب إلى أن عودة إلى الله عودة كافية أتم نتكلم في الواجبات الاجتماعية ونعرف إن الواجبات الاجتماعية لو انتقل عبادة لله لكانت مصلحة وإصلاح للمجتمع. عايز تصلح المجتمع خذ من أوامر الله وأعمل بها. واصلح المجتمع وتفعل الحياة وكلهم متمسكين. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على الكلام المتأكد على الوقت بتاعه.
زعلان. فهو زعلان في كان زعلان من كلامه. لكن بعد